بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، بنرحب بخبيرنا التحكيمي المتميز كابتن ناصر عباس. كابتن ناصر اهلا وسهلا بحضرتك، شرفنا. تحياتي لك كابتن ايمن، تحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان، تحياتي لنجومك الكبار كابتن شريف عبد المنعم، كابتن علاء مهوب، وكابتن اسامه عرابي، وكابتن احمد بلال. اهلا وسهلا بيك كابتن. كابتن ايمن، قبل ما نخش في الحالات التحكيميه ونحلل اداء طاقم التحكيم، خليني بس اطرح سؤال لحضراتكم، يمكن انتوا اكيد متابعين التحكيم في الفتره الاخيره. كابتن علاء وكابتن بلال وكابتن شريف وكابتن اسامه وحضرتك، هل اداء الحكام تغير؟ يعني اتغير او احنا شفنا فيه تغيير في اسلوب اداء الحكام، ولا الاداء هو ما زال حتى الان زي الاول؟ اتغير في بعض المواقف، خاصه في الاربع اسابيع كابتن اسامه، اللي هم الاربع اسابيع الاخيره كابتن شريف. ده السؤال المهم جدا. يعني كابتن بلال لو عنده اجابه، او كابتن علاء يقول لي يعني الاداء اتغير. الاداء اتغير بالنسبه لل مش كل فاول الوقت ياخد بتحسب عليه الاخطاء، الاحتكاك نفسه والاخطاء نفسها بالزبط. مش كل خطا يتصفر عليه، ودي شفتها اكتر في اكتر من مباراه. صح، ودي على فكره انا شايفني حاجه ايجابيه على فكره. تمام كابتن، ده كلام محترم جدا. كابتن بلال لو في حاجه. لا انا شفت النهارده يعني الحكم بياخد ديسيجن كده والفار ما بيجيبوش خلاص، يعني قرار، يعني بياخد القرار. بياخد القرار. يعني في كوره النهارده بنالتي الحكم يعني خلاص ما فيش. تمام، زي ما بتشوف الدوريات الاوروبيه ما فيش، يعني ما فيش خلاص. انا شايف ده معناه انا شايف بالظبط. تمام، فالفار ما جابوش وما كلموش فيها، فده تمام. معناه ان طالما الحكم متاكد خلاص قرار، يبقى خلاص ما فيش داعي بقى ان انت تجيبه وتقعد دقيقتين ثلاثه وتقعد يعني تطول في الوقت. يعني فدي برضه حاجه يعني اعتقد يعني تحسب للراجل الجديد. تمام كابتن ايمن، هقول لك اللي حصل ايه بالظبط. اتفضل. من اجتماعات للراجل في الفتره الاخيره، اولا هو اتكلم في خمس عناصر. اول شيء وهو قال ايه، ان انا رأيت ست اسابيع الاخيره كابتن اسامه، ولقيت ان وقت اللعب اللي بيتلعب الحقيقي في المباراه لا يسمح ابدا ان احنا نبقى في دوري كبير زي الدوري المصري. وقت اللعب تقريبا ما بيزيدش عن 40 دقيقه كابتن علاء، وده كتير قوي، والحكام بيبقوا سبب في تعطيل اللعب. الحكام بيبقوا احيانا سبب في ان هو بيعطل اللعب نتيجه حساب مخالفات يا كابتن هي مش موجوده. مظبوط. قال لك كمان لما بتحتسب المخالفه ما تروحش للاعب وتقف وتحكي معاه. احسب المخالفه وخد البوزيشن بتاعك وروح في مكانك على طول عشان تقدر انك انت تستأنف اللعب. فهو النهارده ايه؟ ادى سياسه واضحه كابتن علاء، كابتن اسامه، مش كل مخالفه تصفر عليها، اسمح دايما بالاحتكاكات، خلي اللعب يتواصل، خلي الناس تبقى فيه متعه للمشاهد. الحاجه الثانيه قال ايه؟ انت كحكم استمتع بالمباراه. وده شيء مهم جدا. يعني ما تنزلش الملعب وانت محمل بالضغوط وتخطأ او استمتع بادائك، اكيد هتأدي اداء كويس. الحاجه الثالثه والمهمه قال لك الشاره الدوليه. احنا عندنا طبعا سبع حكام في الميدان بيحملوا الشاره الدوليه لمده سنه. السنه الجديده بيتم عمل اختبارات لكل الحكام، الافضل بيخش. فقال ايه؟ بلال مثلا معاه شاره دوليه، او علاء او اسامه او شريف. الشاره الدوليه لمده سنه فقط لا غير. هتشتغل السنه دي بشكل كويس هتبقى معاك السنه اللي جايه. مش هتشتغل بشكل كويس هنطلع حد مكانك وناخدها منك، خلي بالك. وده شيء مهم جدا جدا. هو خلق روح من المنافسه والدوافع عند الحكام كابتن علاء. صح. انت معايا؟ الحاجه الثالثه قال حاجه جميله جدا جدا. قال لك انا عاوز الدوري هنا يبقى زي الدوري الانجليزي بالظبط. يعني زي ما بنتفرج على الدوري الانجليزي، التحامات وكل الكلام دوت، اسمحوا باستمرار اللعب وانا ما عنديش مشكله. اخر حاجه وقال لك مش هسمح ابدا ان في مخالفه الحكم يصفر عليها وانت تبعد عنها 30 متر 20 متر. اللي بيعمل كده مش معايا. اذا النهارده احنا بنشوف ايه يا كابتن؟ شوف تغيير في سياسه الحكام. صح. طب ما الحكام هم كابتن شريف، القماشه هي هو الراجل لسه ما اشتغلش بشكل قوي، ولكن هو حط سياسات واضحه للحكام كابتن ايمن. ده كده ما فيش حد كان بيكلمهم قبل كده خالص. المتابعه كابتن ايمن مهمه جدا. عندما يشعر الحكم ان هناك من يتابعه بشكل صحيح. صح. وهناك سياسه الثواب والعقاب، الكل بيشتغل على نفسه كويس. وفي تقييم طبعا للحكام. التقييم يعني في اكتر من، قال لك الشاره الدوليه مش معاك طول العمر. بالظبط. هي سنه واحده بس تاخدها سنه. مظبوط. هتشتغل عليها السنه دي هتاخدها السنه اللي جايه وهكذا. اللي انا بقوله يا كابتن احمد، النهارده بشوف الحكام بدنيا النهارده بقت كويسه، بتجري زي ما قلت، بتسمحوا باستمرار اللعب، في تغيير في الشكل على الرغم ان هو حتى الان
كل اجتماعاته مع الحكام كانت اللي هي اجتماع في الاتحاد مره او مرتين، وبقيه الاجتماع كان عن طريق الاونلاين في مع الحكام. ده اللي هنشوفه النهارده مع الحنفي، وهنشوف الحنفي النهارده اسلوب جديد جدا جدا يا كابتن بلال في ادارته للمباراه.